لكن قال الله عز وجل بعد ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا يدل على أن المحصنات هنا بمعنى الحرائر. لماذا قلنا الحرائر؟ لأن الله عز وجل أحال بعد ذلك عند حال العجز، قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فدل على أن المراد بالمحصنات في أول سياق الآية المراد بهن الحرائر. والمعنى أن الرجل إذا شعر بالرغبة في الزوجة ولم يقدر على أن يصبر، لكنه لم يكن يملك القدرة ولا الطول ولا المال على أن يدفع مهرا. ونتكلم عن العجز المالي لا عن العجز البدني، لأنه لو كان المراد بالعجز العجز البدني لما قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لأن هذا لا يختلف عن الأول. فمن قدر على الحرائر يقدر على الإماء، ومن قدر على الإماء يقدر على الحرائر، لكن مهر الإماء لا يكون كمهر الحرائر. فلهذا قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمراد بالمحصنات هنا قلنا الحرائر، بدليل قول الله جل وعلا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقوله جل وعلا من فتياتكم جمع فتاة، وهذا يعني يجعل حال المؤمن في نظره لأخوانه وأخواته من ملك اليمين لا يكون نظر ازدراء. فانظر سماهن الله جل وعلا فتيات، وهذا خطاب بالغ في الرفعة، بالغ في الأدب، بالغ في التهذيب. المراد منه تأديب المجتمع المسلم الذي كان في أصله على إرث جاهلي معروف، يحتقرون الأرقاء والمماليك ويسومونهم سوء العذاب. فلما كان الإسلام دين رفعة ودين تسامح ودين عدل ودين إنصاف، جاء حتى في ألفاظه بالسياقات التي يحظى بها الجنس البشري، ذكراه وأنثاه، البعيد والقريب، العدو والصديق، في الأشياء التي لا اختلاف بين الناس فيها في طريقة التعامل، والتي هي أصلا من شرع الله جل وعلا، والتي كان الأنبياء عليهم السلام يبثونها في الناس: وقولوا للناس حسنا. والمراد كما بينا أن الإنسان إذا عجز عن نكاح الحرائر فلا حرج عليه أن ينكح الإماء من الفتيات المؤمنات، كما أخبر ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه.